السلام عليكم يا شباب، النهاردة هنتكلم عن البوزيترون أو بمعنى أصح المادة المضادة، بس حابب أفكركم بالأول ما تنسوش الدعم. عكس الاتجاه بضرب في مقتل وضع في قوة، 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 عكس الاتجاه بضرب في مقتل وضع في قوة. في عشرينات القرن العشرين كانت نظرية الكم بتشهد تطورات كبيرة جدا على ايد العلماء زي بور واينشتاين وشرودنغر وكتير غيرهم. كانت المعادلة الاهم اللي بتصف حركة الجسيمات المجهرية في ميكانيكا الكم هي معادلة شرودنغر. اظهرت المعادلات نجاح كبير جدا لان التطبيق العملي كان بيساوي التنبؤات اللي تنبؤوا بيها في الاول. رغم كل ده كانت المعادلة برضو بتجد قصور واضح قوي، ما كانتش بتتوافق مع النظرية الأدق اللي بتصف حركة الجسيمات اللي بتتحرك بسرعة كبيرة جدا قريبة من سرعة الضوء. هي النظرية النسبية الخاصة للعالم ألبرت أينشتاين. ده معناه إن استعمال المعادلة دي كان بيقتصر فقط على حركة الجسيمات السرعات الصغيرة. كان هناك الكثير من المحاولات الفاشلة اللي كانت عايزة توفق نظرية الكم مع النظرية النسبية الخاصة. كان جاء البريطاني بول ديراك سنة 1928 بمعادلته الشهيرة اللي بتصف حركة الإلكترون، بمعنى أصح دمج النظريتين. لكن العالم ده اصطدم بمشكلة تانية، إن معادلته بتعطي حلول خاصة بالإلكترون إضافة لحلول تانية ما كانش ليها تفسير في الوقت ده. برزت عبقريته هنا لما فسر الحلول دي إنها جسيم ليه جميع خصائص الإلكترون اللي نعرفها ما عدا الشحنة. هو الجسيم المضاد للإلكترون اللي سمي البوزيترون. قدم نظرية فيها تنبؤ بالبوزيترون، شرح كيف يمكن إنشاء جسيم وجسيم مضاد خلال فوتون بيحمل طاقة كافية. العملية دي سميت بنشوء الجسيمات. التفسير ده كان غير مسبوق في المجتمع العلمي وما لقاش ترحيب كبير، لكن التجربة كانت هي الفيصل. لكن الأمريكي كارل أندرسون سنة 1932 قصد الجسيم اللي تحدث عنه العالم بول ديراك. أصبحت دلوقتي المادة المضادة حقيقة مثبتة. سنة 1933 ديراك خد جايزة نوبل في الفيزيكس، أما كارل أندرسون فخد جايزة نوبل سنة 1936. الكشف العلمي ده فتح باب كبير في فيزياء الجسيمات، طبعا طريقة نظرتنا للكون نفسه. بين بعد كده أن كل الجسيمات الأولية في الكون لها جسيم مضاد، وما أقصدش هنا الإلكترون بس، يعني أصبحنا بنتكلم عن المادة والمادة المضادة. وبتفترض نظرية البيج بانج بعد الانفجار العظيم نشأت المادة والمادة المضادة بالتساوي. ده بيقودنا لأعظم الأسئلة المفتوحة دلوقتي، هو ليه بنشوف في الكون الحالي المادة وما بنقدرش نشوف المادة المضادة بس. وشكرا، خلصت حلقة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش الدعم. السلام عليكم. الأحمر هو دمي والأسود هو همي والأبيض هو مزيج اختلاف ألوان آرائنا يا أمي. الأحمر هو دمي والأسود هو همي، نسمع على بك يعني ماتشك على عدوك مش على ابنك.